أشعر بالملل للغاية. يمكنني النوم هنا، لا أستطيع أن أبقى عيني مفتوحتين. ربما سأستريح لثانية فحسب. ها؟ هل نمت ساني؟ هذه فرصتي، حان وقت المقالب. يانك! الجريمة المثالية. من الأفضل أن أبدأ في العمل. سأبدأ بكسر طرف عود الأسنان، ثم سأحتاج إلى قطعة نافعة من الشريط اللاصق. سألف الشريط اللاصق حول عود الأسنان، ثم سأطليه. سأترك جزءا صغيرا غير مغطى وسأطليه بالوردي. سأضع الطلاء يجف، ثم سألف حوله شريطا لاصقا فضي. أريد أن يبدو واقعيا. أنا سعيدة بهذا. الآن يمكنني إزالة الشريط من الطرف الحاد. لقد وضعت طلاء أسود في وعاء، سأغمس الطرف فيه. هاو، يمكنني وضعه مع البقية. تبدو رائعة. ستشعر ساني بالهلع. سأعيدها إلى مكانها. والآن؟ ها؟ أين أنا؟ ما الذي حدث؟ أو لا، انظري إلى أقلامك الرصاص. ماذا؟ كيف؟ لا أصدق ذلك، إنها صغيرة جدا. هل نحن عمالقة؟ هذا غريب للغاية. ها، لقد صدقت الخدعة تماما. ماذا تعنين؟ لدي أقلامك الرصاصة هنا. حسنا، هذا جيد جدا، يمكنك استعادتها. حسناً، إذن سأطوي على هذا الخط. يبدو ذلك بسيطاً جداً. مهلاً، هل يمكننا البدء من جديد؟ لا بأس، أعتقد أنني فهمت. ماديسون، هل لديك مقص؟ ها؟ ما الأمر؟ أنا بحاجة إلى مقص. أها، لدي ما تحتاجين إليه. إنه هنا في مكان ما. سألقي نظرة. لا يمكن أن يكون في مكان بعيد، لقد رأيته بالتأكيد. مهلاً، كاد الصف ينتهي. أمهليني ثانيتان، لدي نظام تصنيف فريد من نوعه. هل تفقدت أسفل الورقة؟ الزرقاء أم البرتقالية؟ تصعب مشاهدة هذا. مهلاً، أعرف ما يمكننا فعله. ماديسون، انظري إلى هذا. ما الأمر؟ ستحبين هذا؟ سأبدأ بطي الورقة من المنتصف، ثم سأفتحها مجدداً. سأطويها عمودياً الآن، وسأصنع طية عند الحافة. ثم سأقلب الورقة وسأطويها مجدداً. سأطوي الزوايا للداخل كأنكم تصنعون طائرة ورقية. سأطوي الجوانب إلى الداخل، ثم سأطويها للأسفل. بعد ذلك سأقلبها وسأكرر الخطوة. سأطوي هذا المثلث. أنا على وشك الانتهاء، والآن سأفتح. إنه صندوق يمكنه حمل كل أوراقك وبطاقتك. واو، أنت عبقرية، لقد أثرت إعجابي. مهلاً، يوجد المزيد. ضعي كل شيء هنا، سيحافظ على نظافة مكتبك. واو، ماذا سأفعل بدونك؟ انظري إلى مكتبي، لم يكن منظماً هكذا من قبل. وها هو المقص، كنت أعلم أنه أسفل أغراضي. يمكنك الحصول عليه. شكراً، علي إنهاء هذا. تبقى شيء واحد لأفعله. كان ذلك شعوراً جيداً، يمكنك استعادته. ماديسون، حقاً؟ لماذا أتعب نفسي؟ هذا ممل للغاية، هل يمكننا الذهاب؟ الرقم واحد مثير للاهتمام جداً، لدي حقيقة ممتعة عنه. يا للهول، أنا متشوقة للغاية، سأخذ قيلولة. يا ماديسون، استيقظي، لا يمكنك النوم في الصف. لقد نمت سريعاً. أوه، لدي فكرة، هذا بالتأكيد سيوقظها، وسأتدرب على الاستهداف. ماديسون، ها؟ ماذا؟ لماذا فعلت ذلك؟ لقد نمتي، وهل يمكنك لومي على ذلك؟ أنا جادة. حسناً، سأبقى مستيقظة، لكني لست سعيدة بشأن ذلك. ربما هذا سيزيد من نشاطي. مهلاً، يعطيني هذا فكرة. أولاً، أحتاج إلى قلم أسود. سأرسم علامات حول حافة الكوب، سأوزعها بشكل متساوٍ. الآن سأحضر المقص، سأقص عند العلامات. علي إزالة أربعة أقسام. سأطوي الأطراف، لقد صنعت ثقباً في المنتصف. سأدفع الشفاطة من خلاله، ثم سأطوي الأطراف للخلف. سأستخدم الشريط اللاصق لتثبيتها. الآن سأضعها في كوب ثانٍ، وسأدفع الشفاطة عبر القاعدة. ساني، شاهدي هذا. ما هذا؟ شاهدي هذا. سأضعها فوق كرة الورق وسأسحب الشفاطة. إنها مساكة، لدي واحدة لك. واو، شكراً، لقد أصبح هذا الصف مثيراً. لقد أمسكت بها. ها؟ ماذا تفعلان؟ لم أصل بعد إلى الجزء الجيد. من فضلك، أكمل الشرح. هذا الامتحان صعب. مرحباً يا صاني. مرحباً، كيف الحال؟ كنت ألعب كرة السلة. أنا بحاجة للتركيز. لا يهم، يا لك من خرقاء. صاني، هل لا تهدئين؟ إنها لا تصدق. ضعيها في سلة القمامة. ماذا؟ أنا أعمل، بعض الناس وقحاء جداً. حسناً، سأفعلها، يجب أن أفعل كل شيء بنفسي.
مهلا، لدي فكرة. أجل سينجح هذا. سأقطع الزجاجة إلى نصفين، ثم سأسكب الجليتر في الجزء السفلي. هاو، انظروا إلى بريقه. سأضع هذا جانبًا، ثم سأحتاج إلى ورقة من الكرتون. سأقص منها دوائر ومستطيلات، ثم سألصقها معًا بالغراء. سأضع هذا داخل الزجاجة. ها، يبدو رائعًا. أنا سعيدة بهذا، إنه مثالي لأقلام الرصاص. ها أنا سأضعها. واو، لقد أحببته. ما رأيك؟ لا بأس، لكني أنهيت الامتحان. ماذا؟ نسيت ذلك. يلا الهول، انتهى الصف. أعتقد أنني سأرسب. حان وقت الاختبار. حتما سوف أرسب. ماذا سأفعل الآن؟ ليتني درست بجد أكثر. ماذا؟ لكن الاختبار. أوه يا إلهي، ينفذ مني الوقت. كيف يمضي الوقت بسرعة هكذا؟ ما الذي يحدث؟ مهلا، من هذا الجاسوس؟ مرحبا، اسمي جاسوس. ويمكنني مساعدتك إن أردت. انظر إلى الاختبار، ماذا يفترض بي أن أفعل؟ حسناً، فهمت المشكلة وأنا أملك الحل. لا تدعي أحداً يراك وأنت تحملين هذا، إنها سرية للغاية. ماذا؟ ما هذا؟ أنت مبتدئة، استخدمي هذا. حسناً. يا إلهي، هذا مذهل. يمكنني رؤية الإجابة كلها، هذا أشبه بالسحر. لا، إنه علم فحسب. لقد أنقذتني، لكن كيف تمكنت من فعل هذا؟ حسناً، سأخبرك. أنت بحاجة أولاً إلى نظارة عادية، ثم تحتاجين إلى قلم تحديد أحمر اللون، والآن عليك تلوين العدسات باللون الأحمر. يجب أن يغطي اللون الأحمر العدستين بالكامل. والآن يمكنك تجربتها. تبدو جيدة. ستمكنك العدسات الحمراء من رؤية ما كتب أسفل الخربشات. رائع، إنها تعمل. إنها حرفة التجسس 101. يمكنك الاستعانة بها لقراءة أي شيء. انظروا إن كنتم تريدون مثلاً الاشتراك في إحدى قنوات الفيديوهات. أو ربما أنتم مشتركون بالفعل وتودون ضغط زر الإعجاب. افعلوا ذلك إن كنتم تستمتعون بمشاهدة الفيديو. في كلتا الحالتين، نظارات التجسس جاهزة للاستخدام، وهي أنيقة أيضاً. حسناً، أنا مستعدة لهذا الاختبار. حان الوقت لاجتياز هذا الاختبار. علي فقط التحقق من ورقة الغش السرية. يا لها من طريقة فعالة، يمكنني رؤية الإجابة بوضوح. لقد انتهيت. لن أرسب اليوم. هاي، إنه صديقي الجاسوس. شكراً جزيلاً لك. إلى من تنظر؟ حسناً، أعتقد أنك أحسنت صنعاً. حسناً أيها الطلاب، سيبدأ الاختبار الآن. حسناً، يمكنني فعل هذا.
المعلمة منشغلة الآن. إنه الوقت الأنسب لاستخدام السلاح السري. سأقلب ممحاتي. وها هي الإجابات. ميكي، لا يمكنني الوثوق بك أبداً. أعطني هذه. حتى أنك لا تغشين بذكاء. أعطني البقية أيضاً. حسناً، تفضلي. ودفتر الملاحظات. والشريط اللاصق. والقلم. لا تظني أنني لم أر هاتفك. ماذا؟ أعطني إياه أيضاً. لكن انظري، بطاريته فارغة. حسناً إذن، لا بأس. أو هاتفي، لماذا خنتني؟ مهلا لحظة، أعتقد أنه لدي فكرة. أوه يا، ستكون طريقة رائعة. أنا بحاجة إلى هاتفي وإلى صورة له. سأقص جزء الكاميرا من الهاتف للحصول على قصاصة الغش. يجب أن تكون قصاصة الغش صغيرة حتى تنجح. لكن يمكنني طيها أيضاً إلى نصفين. سأضع القليل من الغراء على الجانب الخلفي من قصاصة الغش وأضع صورة العدسات فوقه مباشرة. علي التأكد فقط من أنها في المكان المناسب. هذا ممتاز، أصبحت قصاصة الغش مخفية الآن. أنا مستعدة للاختبار. إنها مخفية في مكان مكشوف. ليكن هذا سرا بيننا. سأنتظر حتى تنشغل المعلمة. وها هي قصاصة الغش. سيكون الاختبار سهلا جدا. المعادلة الأولى جاهزة. أوه، هذا رائع. إنه جاهز، سأغلقك الآن. لقد فعلتها، انتهيت من تقديم الاختبار. حسنا، لنرى مدى إخفاقك هذه المرة. هذه الإجابة صحيحة، والإجابة الثانية أيضا. في الواقع كل الإجابات صحيحة. حصلت على تقدير ممتاز. أنت لم تغشي، أليس كذلك؟ أو لا، بطارية هاتفي فارغة، أتذكرين؟ أجل. كيف يفترض بي العثور على قيمة سين مجدداً؟ أنا مرتبكة جداً هنا. أوه، ماذا تفعل جينا؟ يبدو أنها مشغولة جداً. بالطبع، هي الحل لمشكلتي. كنت أنتهي. انتهي. ماذا تفعلين؟ أمهليني لحظة. أهلاً، لقد اكتشفت الحل. تسرني المساعدة. اثبتي. الرياضيات مملة، أفضل زيارة أرض الخيال بدلا منها. انظروا إلى هذا اليونيكورن، كم هو مهيب. واو، كم هذا جميل. أشعر فجأة بالإلهام. سيكون هذا رائعا جدا. حسنا، كنت أظنه سيكون رائعا. الرسم صعب، لكن لدي فكرة. ثانية، هل أنت متأكدة من هذا؟ كيف جرأتي؟ أنت مفصولة رسمياً ولا تعودي مجدداً. ستقتلني أمي. بلن، لا تفعلي هذا، توقفي. لماذا؟
توجد طريقة أفضل، ثقي بي. تريدين رسم هذا، صحيح؟ استخدمي ورق التتبع. اتبعي كل الخطوط بدقة. فعلياً أنت من ترسمينها بنفسك. يمكنك رسم كل التفاصيل، ويمكنك إضافة الألوان أيضاً. لا شيء أفضل من زهرة وردية. إنها جميلة جداً ودقيقة تماماً. ما رأيك؟ واو، شكراً، هذه أفضل كثيراً من رسمتي. لقد أحببتها، لا مشكلة. كدت أنتهي. انظروا إلى كل هذه الألوان. المزيد، المزيد، المزيد. أسلوب مثير للاهتمام يا صاني. السر في المعصم. مهلاً، لست جزءاً من لوحتك. هذا تيشيرت جديد. ها؟ هذه الألوان دائمة على الملابس. أوبس، كيف يمكنني إصلاح هذا؟ ربما بقليل من الإبداع. هل ترون هذا القلم الرصاص الكبير؟ أحتاج إلى الممحاة فحسب. سأصنع قطعات بحذر لأعطيها شكلاً مختلفاً. هل ترون؟ إنه قلب. جميل جداً، أليس كذلك؟ انتهيت. انظري، قلم الرصاص، الممحاة، لقد حولتها إلى ختم. شاهدي هذا. لا، لا تلمسيني. سيبدو جميلاً. حسناً، حسناً، لا بأس. سأفعلها الآن. هل ترين؟ قلوب صغيرة. الآن يبدو التيشيرت جميلاً جداً. أوه، هذا رائع. شكراً لك. مرحبا، فقاعات، أحب الفقاعات وهي تطير في الهواء. فرقعتها رائعة، دعيني أنفخ المزيد. أجل، صنعت من فخ الفقاعات بنفسي. لم يكن صعبا أيضا، استخدمت قلم تحديد وأزلت الحبر والطرف، ثم احتجت إلى سلك. لففت وأضفت بعض الغراء الساخن ووضعته في الحاوية، ثم تبقى إضافة الفقاعات فحسب. لنجربها. ها نحن ذا، إنها تعمل. أحب يوم الاختبارات، آمل أن طلابي مستعدون. يا إلهي يا إلهي، لا يبدو أي من هذا منطقيا بالنسبة إلي. آنسة آنسة، أحتاج للمساعدة. أحم، رجاء اقرأ الملحوظة على السبورة يا جولي. انتهى وقت الأسئلة، يكاد وقت الاختبار يبدأ. أوه صحيح، كنت أتدرب ليوم عادي في الصف. أصدق أي شيء تقولينه. مرحبا، أنا هنا للاختبار أو أيا كان. يا له من عيب، لا أصدق أن علي أن أكون هنا لهذا. يبدو أنها مستعدة وتتمالك أمرها. ربما أقرب مكتبي قليلاً إلى مكتبها. آنسة آنسة، إنها تقرب مكتبها إلى مكتبي. حسناً، حان الوقت لبدء الاختبار. يمكنني فعل هذا، علي إجابة الأسئلة فحسب. سأمدد جسمي قليلاً قبل البدء. من الجيد أني وضعت ورقة الغش هذه معي. ماذا تظنين أنك تفعلين؟ هذا ما ظننت، ورقة غش، أعطني إياها. والآن عودي للعمل وانهي الاختبار. حسناً، ليس الأمر وكأن تلك خطتي الوحيدة. لا تفكري في الأمر حتى، سأخذ هذه. بحقك إنك معلمة نينجا، لكن الأمر رائع نوعاً ما. حسناً، ماذا سأفعل الآن؟ حسناً، ربما سأفتح حافظة أقلام رصاص. حمداً للرب أني أضفت ورقة غش هنا. أعطني هذا، تفضلي خذي أغراض الكتابة. قلم الحبر، ربما يمكنني فعل شيء باستخدامه. أجل، أعتقد أن ذلك سينجح. أولاً سأحتاج إلى تسخين شفرتي باستخدام لهب الشمعة. ها نحن ذا، إنها ساخنة. والآن سأستخدم السكين على القلم. سأقطع خلاله، وسأحتاج إلى عودي تنظيف أسنان ورباط مطاطي. سألف الرباط المطاطي حول عودي الأسنان. والآن سأضع ورقة الغش داخل القطع الذي صنعته. سيساعدني عود الأسنان على لفها. ثم أتمكن من جمع أجزاء القلم معا مجددا. ممتاز. أجل أجل، كان ذلك ليكون شيئا من الرائع صنعه. أو الاختبار، من الأفضل أن أعود إلى العمل. أجل، أنا أوازن هذه الساعة على ذراعي. أنتما، انتهى الاختبار، اخفض أقلامكما. أحب أيام الاختبارات. مرحبا، رعت في الحل كما توقعت. مهلا، انتهى الوقت بالفعل، لم أنهي أي شيء. مرحبا، كيف الحال؟ سأجلس هنا. لماذا لا أستطيع إخراج اللوشن من الأنبوب؟ هيا، هذا أمر غبي ومحبط.
سأضغط عليه بقوة فائقة. هيا. ماذا تفعلين؟ أوبس، أسقطت اللوشن على يدي وعلى حقيبتي. أظن أن حقيبتي فسدت تماما. كلا، سيكون الأمر على ما يرام. يمكنني إصلاح هذا. سأعود سريعا. لا أصدق أنها تركتني فحسب. يوجد الكثير من اللوشن. هذه فوضى عارمة. حسنا، لدي أنبوب من الورق المقوى وبعض الغراء. ينبغي أن يكفي هذا. والآن بعض الورق لألوفة. جيد، سأستخدم المقص وأقطع الأطراف. تبقى القليل. والآن حان الوقت للمزيد من الغراء. سأطوي الأطراف إلى الداخل وأضع الغراء لتثبيتها. حقيبتي المسكينة، ربما يمكنني مسح كل هذا. ها، ماذا تفعل هناك؟ إنها تحاول مسحه. سأعاود العمل، إنها ما زالت غاضبة. حسنا، الأطراف مثبتة بالغراء. والآن سأستخدم أقلام التحديد للتزيين. سأستخدم الأصفر. تبدو النتيجة رائعة. ربما ستساعد المكنسة مع حقيبتي. أنت اتركي حقيبتي أيتها المكنسة الغبية. لا، لقد خرجت عن السيطرة. توقفي، توقفي حالا. أعيديها إلي، إنها ملكي وليست لك. عجبا، إنها تبذل قصارى جهدها هناك. سأرسم شريحة ليمون هنا فحسب. سأحددها أيضا لجعلها واضحة. لطيفة جدا، أحب الفواكه كثيرا. سأضيف صديقا لطيفا وصغيرا لأجلهم أيضا. وسأضيف هذا الشريط الأصفر في الأعلى. سأضيف المزيد. حان الوقت للمزيد من التزيين. علي أن أكون حذرة في رسم الحروف. سألونه من الداخل. هذا الأزرق جميل، أحبه كثيرا. تكاد الحروف تكون جاهزة. والآن أحتاج إلى الورق المجعد هذا. سأستخدمه لغلق هذا الطرف من الأنبوب. وسأضيف المزيد من الورق عليه. حسنا، ها هو غطاء الضغط لأنبوب اللوشن. سأضع الغراء هنا على الحافة العلوية. سألصقه في الأعلى. وسأضع هذه القطعة من لاصقات فيلكرو. سأضعها من الداخل أمام أحدها الآخر. يمكنك إبقاء الأنبوب مغلقا أو يمكنك الضغط لفتح الأنبوب. يمكن وضع أقلام رصاصي بالداخل وستكون آمنة. رائع، أنا منبهرة بشدة مما صنعته. هيا أيتها اليد الصغيرة، يمكنك إزالة اللوشن. يمكنك فعلها. مرحبا يا جولي، لدي شيء لك. إنها تركز تماما مع اليد الصغيرة. أنت جولي، انسي هذا. هيا انتبهي، هذا مهم. انظري، إنها حاملة أقلام رصاص لأجلك. إنها لطيفة جدا، أحببتها للغاية. شكرا لك. يمكنك الحصول على حاملة أقلام القديمة أيضا. ستحبينها كما أحببتها. بالطبع، شكرا على ما أفترض. واو، أنا أشعر بالملالة. من يهتم بهذه الأمور؟ لدي فكرة، أحتاج إلى هذا البالون فحسب. ها نحن ذا. هيا أكبر أكبر. هذا مناسب، هذا ما أردته. شاهدوا هذا. من الجيد أنني ارتديت سترة بغطاء رأس اليوم. إنها بقياس مثالي لرأس البالون. ابقي هنا فحسب. لا تصدري أي صوت. سأرحل من هنا وسنحصل على هذه النتيجة. هل أشعرك بالملالة؟ انتهى وقت القيلولة. يا إلهي، ما هذا؟ كان ذلك مضحكا جدا. يا إلهي، كانت تلك خدعة سيئة. قد تكونين مبدعة، لكنك لن تجتازي صف الرياضيات هذا. هل فهمت ما أقصد؟ لم أفكر في هذا جيدا. كأنني أكتب رواية هنا. أنا بالتأكيد أكره يوم الاختبار، كأنه لا ينتهي أبداً. بالكاد يمكنني التفكير بشكل واضح. ها؟ أنقذنا الجرس، حمداً للرب. مرحباً يا صاني. أجل، خمني ماذا لدي من طعام؟ ألا يبدو رائعاً؟ واو، لديك طعام كثير. ومعك شوكولاتة أيضاً. هل يمكنني أن أخذ واحدة؟ بالطبع، اختاري ما تريدين. واو. شكرا. عفوا. هذا لذيذ. كرز وجوز الهند. لقد تناولت مثلجات كثيرة بالتأكيد. قد نستخدم العيدان في شيء مفيد. سنلصق مجموعة معا بالغراء. خذوا عودا جديدا بغراء على طرفه. وسأضيف عودا آخر. وضعوا المجموعة التي صنعتموها هكذا. ضيفوا عوداً إلى الجانب الآخر. وضعوا هذه الأجزاء الصغيرة بالأعلى هكذا. رائع، أليس كذلك؟ لكنه يحتاج إلى بعض الألوان. لون اللافندر هو الأمثل دائماً. والآن سأختم بعض النقاط. إنها تبدو مثل الزهور الصغيرة. ألا يبدو رائعاً؟
ما الغرض منه؟ سيحمل هاتفي لأجلي بدون استخدام اليدين. هذا رائع، أعرف ذلك. شاهدي هذا. حسناً، انتبهوا جيداً أيها الطلاب. هذا هو المحيط، هل ترون؟ سهل، أليس كذلك؟ الآن حان دوركم، ابدأوا. حسناً، دائرة، ها؟ هل هذا صحيح؟ يبدو هذا مضحكاً جداً. سأجرب مجدداً. حسناً، والآن ركزي، أحتاج إلى منحنى سلس. هذا فظيع، لماذا صعب للغاية؟ ألا يمكننا رسم مربعات أو شيء من هذا القبيل؟ يا إلهي، كذا الوقت ينتهي أيها الطلاب، انتبهوا مما تفعلونه. مهلاً، هل انتهت جينا؟ أوه، هذه دائرة مثالية، لا يمكنني رسمها أبداً. نجدة، ماذا؟ الدائرة؟ تحتاجين إلى هدف حسب، مشبك ورق. حسناً، شاهدي فحسب. بينما تثبتين المشبك بقلم، اسحبي الطرف الآخر بقلم آخر. واو، جربيها. سأجرب هذا، هيا نجرب. لقد نجح الأمر، لا أصدق هذا. يبدو أن الوقت انتهى، أروني دوائركم. مثالية، أعرف ذلك. انظري، أحسنتما عملاً، حصلتما على امتياز. هل يمزحون؟ هل أخطأوا حد في كتابة أسمائهم؟ هذا أسوأ اختبار رأيته على الإطلاق. توقف قلمي عن العمل، لابد أن الحبر قد نفد، سأهزه بقوة. سأتظاهر بأن هذا لم يحدث، وسأستخدم هذا القلم بدلاً منه فحسب. ويحي، يستحسن بي أن أحضر هذا القلم. لقد حصلت عليها، والآن أين توقفت؟ ماذا؟ أين ذهب قلمي؟ لقد كان هنا للتو، من المستحيل أن يكون قد ذهب بعيداً. كيف سأضع درجات هذه الاختبارات؟ لحظة واحدة، ها هو قلم غراء الموثوق، هذا ما أحتاجه بالضبط، ولا يخذلني أبداً. سأخذ خاتمي، أضع طبقة من الغراء عليها، ثم ألصق به الممحاة، وبعدها سأحتاج إلى غراء أحمر، سأستخدمه لرسم حرف F، ثم أتركه ليجف. وقد صنعت خاتماً بحرف A أيضاً، ولا أعتقد أنني سأستخدمه كثيراً. حان وقت وضع الدرجات، لقد حصلت على تقدير F. ماذا عن هذه الطالبة؟ لقد حصلت على تقدير A. أنا مصدومة، هذه الحركة تساعد في سرعة إتمام العمل، ليتني فكرت فيها من قبل. لقد انتهيت، لدي درجاتكم يا طالبات. يا للهول، أقلامي؟ ماذا يحدث هنا؟ لا شيء، كان يجب أن أدرك ذلك. لقد كانت فكرة نيومي. ماذا؟ صمتي، كم أنا غاضبة. مهلاً، ما تزال لدي خواتمي، أتعلمني ما أفكر فيه؟ انسي الأمر. يجب أن أطيل أظافري دون شك، أحب هذه الألوان. وماذا عن الدرس؟ نعم، لقد نسيت أمره. لا بأس، خذي وقتك، يسعدنا الانتظار. هذا هو يومي الأول، نستطيع ملاحظة ذلك. خذ هذين القلمين الرصاص، عليكم الآن أن ترسما. لا نحتاج إلى هذه الأقلام، يمكننا استخدام أقلامنا، فهي ممتعة أكثر. أعتقد أنني سأستخدم القلم الجاف. هذا لون جميل، سأبدأ برسم بعض قلوب الحب لطيفة. لست سعيدة بهذه النتيجة، لنكرر المحاولة، سأمحوها. هل يا ترى؟ لقد أوحى لي القلم بفكرة رائعة، وسيكون شكلها مذهلاً. سأصنع فتحات صغيرة في الممحى، وأزيل بعض الأجزاء لأصنع مختلف الأشكال، وبعدها سأضغط بالممحاة على لوحة ألوان، إنها تشبه الختمة بالضبط، لقد أحببتها. يا للروعة، انظر إليها كم هي جميلة. وبهذا أكون قد انتهيت، مما يمنحني الوقت لتصفيف شعري، أحب هذا الصف. يا للروعة، كم هذا ذكي، ليتني أستطيع فعل شيء كهذا. لا يمكنني تقطيع غطاء القلم الجاف. ويحي، شاهدوا ما فعلته في الغطاء، تتحول الأمور من سيء لأسوأ. لحظة واحدة، أعتقد أنني أعرف ما يجب فعله. أيمكنني اقتراض هذه المكواة؟ ماذا؟ حسناً، شكراً، أحتاج
يحتاج لشيء أخير وهو مربع صغير من ورق الرغوة. هذا مثالي. لنبدأ العمل. سأستخدم مكواة تنعيم الشعر على ورقة الرغوة، ثم أضعها على غطاء قلم وأضغط عليها بكرة زجاجية، مما سيترك نقرة في الرغوة. سأقص الجزء المحيط بها، وبعدها سأضيف طبقة صغيرة من الغراء. وقد صنعت قلبا من رغوة الجلاتر، وكذلك لففت غطاء القلم بالرغوة وقد أصبح طريا للغاية. يا للروعة، يا له من قلم جميل. سأفعل الشيء نفسه مع بقية الأقلام. يبدو شكلها مرحا جدا. مرحبا يا نايومي، ماذا تريدين؟ شاهدي أقلامي، ما الذي يفترض بي مشاهدته؟ أقلامي بالطبع. يا للهول، أين ذهبت؟ لا أصدق ذلك. مهلا، هذه ملكي. أشعر أنني في أوج تألقي، لكنني عملت جاهدة من أجل صنعها. تعجبني المكاتب الأنيقة. تسير الأمور على ما يرام. سأرسم ورقة نبات الآن، وكأنني أعيش وسط الطبيعة. أنا سيئة في الأعمال الفنية، بينما تجعل نيومي الأمر يبدو سهلا للغاية. لا يحب الناس الشخص المتفاخر. سأبذل ما في وسعي فحسب. لحظة واحدة، لقد نسيت أمر هذه الملصقات. يبدو دفتر ملاحظاتي مملا بعض الشيء. أعتقد أن بإمكاني تحسين الوضع. يستحق الأمر المحاولة. سأبدأ برسم دائرة على قطعة ورق، ثم أرسم عليها وجها مبتسما. سأبدأ الرسم بالعينين. يا له من فتى صغير وسعيد. وبعدها يجب علي تفريغ الوجه، والآن سأضعه فوق قطعة مربعة من ورق الزبدة، ثم أغطيه بشريط لاصق. سأفرده جيدا، لا أريد أي تجاعيد. والآن سنقص الجزء المحيط به. يبدو شكله رائعا، لكنني سأحتاج إلى المزيد من الملصقات. تبدو هذه مذهلة. هذا ما كنت أحتاجه بالضبط. سأقشر ورق الزبدة، والآن سأتمكن من لصق الملصقات على دفتر الملاحظات. أوه، يا له من ضفدع لطيف. لقد أصبح شكل الدفتر أفضل، ولم يكن الأمر صعبا على الإطلاق. يا للروعة. نايومي، ماذا تريدين؟ واو، هذا رائع جدا يا جولي. أيمكنني الحصول على بعض الملصقات؟ لا. ماذا؟ رجاء، أنا أتوسل إليك. لن تستسلمي، أليس كذلك؟ لا بأس، لا أستمتع بالحصول على أشياء رائعة مطلقا. أتمزحين؟ نصف ملصق؟ عليكم بالتركيز يا طالبات. أوه، وجدتها. لقد أوحت لي تلك المروحة بفكرة. سأحتاج إلى دفتر ملاحظاتي. يجب أن أجري بعض التعديلات. سأقصه على شكل نصف دائرة، وبعدها سأضع بعض الغراء. يجب أن أغطي الغلاف الخارجي، ثم ألصق عليه قطعة لباد. والآن سألصق قطعة بيضاء أصغر، ثم أضيف قطعة حمراء في الختام. بدأ الشكل النهائي في الظهور، وقد قصصت بعض القطع على شكل قطرات الدموع لتمثل شكل البذور. وها قد انتهيت. إليكم دفتر البطيخ. ماذا؟ أعلم أنه مبهر. لا بأس به، على ما أظن. لا بأس في الشعور بالغيرة. يا للروعة، إنه مذهل. أحتاج لمشاهدتها عن قرب. إنه مجرد دفتر. أحم، أحتاج لهذا الدفتر. فالبطيخ هو فاكهتي المفضلة. لكن ما الذي حدث للتو؟ أوه ممتاز، يمكنني أن أضمه إلى مجموعتي. هل ترتفع حرارة الجو هنا؟ أحتاج لتبريد نفسي. هذا أفضل. أكره هذا الصف. لا تبدين خارقة ذكائي الآن، أليس كذلك؟ لدي شيء حماسي من أجلكم يا طالبات. أوه، ما هو؟ إنه قوس المطر الرائع هذا. لا بأس، لا داعي للتصفيق. لما لا تجربان الأمر؟ لا مانع لدي. مهلا، ليس لدي أي أقلام. سيكون هذا ممتعا. أوه، انظر إلى كل أقلام نايومي. مرحبا يا صديقتي القديمة. لا، لن تحصلي على أقلامي. أوه بربك، لماذا تتصرفين بهذا اللؤم؟ رائع، هذا ما كان ينقصني. حسنا، أنا يمكنك الحصول على هذا. أوه أشكرك. مهلا، ما الذي يفترض أن أفعله بالمقص؟ أيمكنني العودة للعمل على قوس المطر الآن؟ سأشرع في تلوين غلاف دفتري. سأبدأ تلوين من الزاوية، وسأستخدم ألوانا مختلفة، وسأسمح للألوان بالامتزاج حتى تضفي تأثيرا رائعا على الدفتر. وبعدها سأغطي الغلاف بشريط لاصق شفاف، وسأستخدم الأكريليك الأسود لتلوين شريط اللاصق. سأحتاج لطبقة طلاء متساوية، والآن سأتركه ليجف، وبعدها سأمسك بممحاة وأستخدمه لتقشير الطلاء. أريد صنع خطوط قطرية بطول الغلاف لتكشف عن الألوان الموجودة بالأسفل. يا للروعة، لقد أحببته. أوه كم هو أنيق. هذا واضح وضوح الشمس. لا أستطيع صنع أي شيء كهذا. يجب أن أفكر في الأمر جيدا.
لست مبدعة على الإطلاق. مهلاً، ربما يمكنني استخدام أربطة شعري. أعني أن الأمر يستحق تجربة. سأحتاج للمزيد من أربطة الشعر. أوه، لدي ربطة شعر خضراء. ألا توجد المزيد من الألوان؟ هل كل شيء على ما يرام يا جولي؟ سأعود على الفور. يلا من حركة سريعة وماكرة، لكنني حصلت على كل ما أحتاجه. يلا الروعة، ممتاز. سأحتاج إلى مسدس غراء. سأضع القليل من الغراء على زاوية دفتري، ثم ألصق قطعة من رابطة الشعر عليه. سأستمر في إضافة الألوان المختلفة، وسأواصل تكرار العملية حتى أغطي الدفتر بالكامل. يا للروعة، انظر إليه، يبدو مثل قوس المطر بالضبط. ما رأيك؟ أليس جميلا؟ واو، كيف فعلت ذلك؟ هل يعني هذا أنه أعجبك؟ يا للروعة، لقد أنهيتم المهمة، كانت سهلة للغاية. يعجبني تباين الألوان. واو، هذا الدفتر رائع، يشبه حبال الفرو خاصة بالضبط. ليست لدي فكرة عما تقولين. مهلا، كان لدي عدد أكبر من هذا. جولي، ماذا فعلتي؟ مهلا جولي، أين ذهبت؟ ما باليد حيلة. حسنا يا طالبات، حان يوم الامتحان وسيكون صعبا، يمكنكم البدء. هيا بنا. هذا صعب. أين أقلام الرصاص؟ أترككم هنا عدداً. هذا عجيب. لا، ليست الأقلام هنا بالتأكيد. مهلاً. من أنت؟ لا يهم. هل من مشكلة يا جولي؟ حسناً، سأحضر قلماً من حقيبتي. لابد أن لدي بعض الأقلام هنا. هذا ما أتمناه على الأقل. ما هذا؟ هذا لطيف، لكنني لا أحتاج إليه. أيمكنني تبديل مكاني؟ كنت أبحث عن هذه. يجب أن أعمل على تقوية نفسي. أمتلك عضلات ضخمة يا صديقي. بربك، هل هذا طبيعي؟ ليس لدي فكرة من أين جاء هذا الشيء. ياهو، لا، سأحتفظ بهذا لوقت لاحق. ليس لدي وقت لهذا. ماذا تريدين؟ هل تخصك هذه الأشياء؟ لم تسبق لي رؤيتها. صحيح، إنها أشيائي. آسفة. ما مشكلتك يا جولي؟ ما الذي تنظرين إليه؟ لقد خطرت لي فكرة على ما أظن. ما الذي تتحدثين عنه؟ سأخذ هذا الشريط المطاطي فحسب. هذا ما كنت أحتاجه. شكرا. ما الذي يحدث هنا؟ هل هذا عنكبوت؟ أبعده عني. سأضع شريط المطاطي على دفتري، وسأستخدم الغراء لتثبيته في مكانه، وبعدها سأمرر القلم أسفله، وسأضيف قطعة غراء أخرى من جوار القلم. أنا أستخدم غراء الجليتر لأنه يجعل الشكل أفضل، وبعدها سأتمكن من إضافة أدوات مكتبية أخرى كمسطرتي وفنجاري. هناك مساحة تتسع لكل ما أحتاجه، وهذا يعني أنني لن أفقد أشيائي مجددا. أصبحت كل الأدوات في مكان واحد. كم هذا عملي؟ شاهدي هذا الدفتر، لقد صنعته بمفردي. جولي، ويحي، الاختبار. صحيح، لقد نسيت أمره. كم كان ذلك العنكبوت مقرفا. يجب أن أسرع لإنهاء الاختبار. لقد انتهى الوقت، اتركوا أقلامكم. سأجمع أوراق الإجابة. فيو، انتهيت في الوقت المناسب. ماذا؟ هل انتهى الامتحان بالفعل؟ لكنني بدأت للتو. أعطيني هذه الورقة. لا، انتظري، يمكننا الحديث عن الأمر. أظن أن جولي سترسب. لقد خاب أملي يا جولي. لكن هل رأيت دفتر ملاحظاتي؟ أحب غلاف هاتفي الجديد. ما أروع. أعلم ذلك، أشاهد هذا الانطباع كثيرا. أريد رؤيته. يا للروعة، كم أنت محظوظة. كيف يبدو شكل غلافك؟ غلافي ليس مميزا على الإطلاق. بالتأكيد، هذا ما ظننته. لدي مكالمة واردة، يجب أن أذهب. واو، لقد أحببته يا جولي. حسنا، مرحبا، لقد تحسن هذا اليوم للتو. فيو، يساعدني أنني خرجت من هناك. مرحبا يا نايومي. مرحبا يا ليو. لدي شيء من أجلك، لقد قطفتها لك خصيصا. أريدك أن تحصلي عليها. يا للروعة، أشكرك، كم هذا لطيف. لحظة واحدة ليو، هذا ما كنت أحتاجه بالضبط. سأضع هذه الورود فوق قطعة من ورق الزبدة، ثم أغطيها بشريط لاصق، وأفرد الشريط جيدا، ثم أقص الجزء المحيط بالورود، وبعدها سأقشر ورق الزبدة وألصقه على غلاف هاتفي. حان دور البقية الآن. واو، لقد أصبح زاهيا وملونا للغاية. أحم، ماذا؟ هل ترين ما أرى؟
من المفترض أن أكون الفتاة المشهورة هنا، ليس بعد الآن. أيمكنك صنع واحد من أجلي؟ رجاءً.